إذن الكمامات واضحة إجبارية، وأي منشآت غير ملتزمة من تلك التي حددتها التعليمات الصادرة بموجب أمر الدفاع 11 سوف تعرض نفسها لعقوبات تتراوح بين الغرامة 20 دينار إلى 200 دينار، وذلك مع إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة 14 يوما قبل أيام. قال ممثل قطاع الصناعات الكيميائية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن أحمد البس، قال إن تحديد سعر عبوة الكمامات التي تحتوي على 50 كمامة بثمانية دنانير قد جاء بناء على الأسعار العالمية، مؤكدا أن كلفة تصنيعها محليا أقل من ذلك. مشاهدينا، حديث أكثر حول القطاع الصناعي في المملكة، ينضم إلينا الآن هنا في الاستوديو رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير. مهندس يعطيك ألف عافية، أهلا وسهلا بك عبر برنامج أخبار أسبوع مساء النور، يعطيك العافية. نتحدث الآن حول القطاع الصناعي في المملكة. إحنا شفنا قطاع ريادي وكان عليه يعني على كاهله ثقل كبير في ظل هذه الأزمة، بالتالي حدثنا عن وضعه حاليا. الحمد لله اليوم احنا يعني شفت انت يعني واكبت الأحداث، والحقيقة نعم المملكة كانت رواد والله الحقيقة، ساهمت الله يبارك فيك بوضع الأردن على الخارطة الصحيحة اليوم وبالذات الصناعة. اليوم تعرف أربع قطاعات تقريبا بدأت منذ الأيام الأولى للأزمة، اللي هو الغذائي والدوائي والكيماوي بشكل عام منه المعقمات والآخري، وطبعا الورق الصحي والتعبئة والتغليف. هذا القطاع الحقيقة، هذول القطاعات بدأوا من الأيام الأولى، تأخرنا شوية في القطاعات الأخرى. أنا كان مطلبي بجوز من خلال الفضائية تكون صح طلعت معنا، كان لما نعم خاصة لما تصدر القرار الأول يكون 30% العمالة في القطاع الصناعي. احنا كنا بنطالب من أول يوم أن يعامل الحقيقة القطاع الصناعي كما تعامل القوات المسلحة، لأنه هذا قطاع إنتاجي يجب أن لا يتوقف. الموضوع المهم أيضا في القطاع الصناعي بأنه قطاع منضبط ملتزم مراقب، يعني كل الجهات الرقابية بتراقب المصانع أصلا قبل الأزمة، فالالتزام بالشروط الصحية في المصانع بشكل عام موجودة من الأصل. ولكن طبعا اليوم احنا أصدرنا والحكومة أيضا أصدرت يعني توجيهات وإرشادات على كيفية التعامل مع هذا الوباء، والحمد لله يعني لم تحصل، يعني الحمد لله ألف مرة لم تحصل ولا إصابة في المصانع. ممتاز. أيضا في نقطة كنا نركز عليها بأنه إحنا عمالنا بسطاء ما خالطوا وما تنقلوا يعني خارج الأردن بشكل عام، مناطق معظمهم من بعيدين عن العاصمة، فكان كنا نقول من أول يوم أنه إحنا لابد من الصناعة تعمل. ليش كمان لازم الصناعة تعمل؟ الأردن كانت زي أي دول في أمس الحاجة لكل الأشياء اللي ذكرناها. يعني اليوم أنت الدواء ما بتقدر تفتح مستشفى وتسكر مصنع الدواء، فلا بد المصنع الدواء يزود المستشفيات والصيدليات. يعتبر قطاع التصنيع خلينا نقول قطاع حيوي، صح؟ حيوي مهم. موضوع التعقيم، موضوع الورق الصحي، موضوع الغذائي. لهذا السبب ولأنه بهذه القطاعات بدأت من تقريبا من أول الأيام، الأردن يكاد يكون الوحيد في الدول المنطقة وحتى بجزء بالعالم اللي ما يعني رفض السوق في كل ما يلزم، خاصة المعدات الطبية. يعني شفنا وزير الصحة عم يحكي إنه صرنا نطلع أفرهولات وصرنا نطلع كمامات بالملايين، صحيح، يعني خارج المملكة. الكمامات الآن بنصنع بالملايين، مع إنه بجوز قبل الأزمة ما كنا نصنع بالألاف، اليوم بالملايين الكمامات بنصنع، أو على الأقل مليون وزائد، مليون وثلاثمية كمامة. مليون لحاله رقم مبهر صراحة. نعم، وهذا كله حصل خلال يعني كل هذا التطور والتوسعة هاي اللي حصلت. تعرف بعز الأزمة استوردت المصانع ماكينات لصناعة الكمامات. اليوم صار عندنا مصانع لعمل الأوفرهولات ورفضت وزارة الصحة. المواد التعقيم، انت شفت انه اليوم المواد التعقيم من اليوم الأول لم يخلو السوق من هاي المادة، رغم انه دول عظمى الحقيقة واحنا كلياتنا شفنا انه افتقرت الى هاي المواد. اليوم لغاية اللحظة هاي دول العظمى بتطلب من الأردن تصدير مواد التعقيم على سبيل المثال. الأجهزة التنفس بدأنا يعني شبابنا وروادنا بالصناعة ممتاز بدأوا يصنعوا بأجهزة التنفس. وهذا سؤال بدي أسألك إياه كنت صحيح أستاذ فتحي، يعني أنت شو فعلا في قطاعات، أنا آسف تحملني هاي نقطة مهمة، بهاي الأزمة أنا بعرف أنه كل أزمة بتولد الإبداع فرصة. نعم صحيح. ونحول الأزمة إلى فرصة كما يقول جلالة الملك عبد الله الثاني، بدنا كيف فعلا اصبحنا رياديين في عدد من القطاعات الصناعيه؟ شوف احنا بالاصل، شوف انا بقول لك احنا بالاصل، ولكن اليوم الازمه يعني ابرزت دور الصناعه الحقيقه. احنا كنا نحكي من زمن طويل صناعه من 20 30 سنه تطورت بشكل كبير. احنا بنصدر ل 130 دوله في العالم، ممتاز، صناعاتنا كثير متطوره، لكن الازمه سلطت الضوء وبينت الحاجه الى الصناعه.
ما كانش عندنا ثقه في صناعتنا صراحه. اقول لك يا صراحه انا كمواطن للاسف والله هاي المعلومات ما كناش نعرفها غير هسه بالازمه. نقول شغله هي صحيح صح يعني اللي حصل اليوم والله ما كان حدا يتمناه هذا اللي حصل، ولكن للاسف كان لابد احنا كنا بحاجه ربما لوضع زي هذا الوضع حتى نصحي كل الاطراف. صحيح. كل الاطراف ونفرجي للناس انه احنا شوف لابد من الاعتماد على الذات شئنا ام ابينا. يعني اليوم البعض بيقول لك انه طب يا اخي اوكي انتم بتصنعوا صناعه اردنيه، ولكن انتم معظم موادكم مواد مستورده، المواد الاوليه بمعنى اخر. هذا صحيح جزء كبير منه كل العالم، لكن باي ازمه في الدنيا اليوم من السهل عليك تستورد الماده الاوليه اكثر بكثير من انك تستورد المنتج النهائي. مين ممكن خلال الازمه يصدر لك؟ كيف ممكن كنا نقدر نستورد على سبيل المثال المواد التعقيم دواء فرضا، لكن المادة الأولية تبع كل هاي الصناعات استمرت في كل الأوقات. اليوم مثلا نأخذ على سبيل المثال مواد التعقيم، لا يمكن تقدر تستورد مواد التعقيم من أي دولة اليوم، كلهم بحاجة مواد التعقيم. صحيح. لكن المادة الأولية اللي بتدخل مواد التعقيم ما زلنا لليوم نستوردها، وصار عندنا فائض يكفي الأردن باعتقادي من التعقيم لسنوات ما شاء الله. تصور في عليك طلب فعلا من دول معينه انه احنا بدنا احنا هذيك يوم وديته لليابان معدات طبيه، ما بعرف انتم كانت كهديه، لكن فعلا اليابان عم تطلب منا. مش اليابان وبس، احنا امريكا الناس بقول لك اليابان المنتج صار تطلب من الاردن. امريكا ممتاز الحمد لله. الدول الاوروبيه سويسرا، معظم الدول الاوروبيه بتطلب بعض الاصناف مثل زي ما قلت لك المعقمات. اليوم غرف التعقيم اللي هي التنلز هاي اللي انعملت اليوم عندنا قطاع الهندسي ابدع، في حوالي بجوز 30 مصنع اليوم بصنع هاي الغرف التعقيم اللي بتدخل على بدايه الشركات او المصانع. عندنا زي ما قلنا الاوفرولات، عندنا الكمامات، ولكن قريبا راح تلاقي ايضا تطور اكبر واكثر. اليوم راح تلاقي ايضا في سمعه الاردن اللي عملته الاردن في هاي الحدث وقدره الحكومة وبظل القيادة. انت تصور بلد بدخل القائد بتدخل مباشر يومي مع هاي الأزمة، فتكاتفت الحقيقة الحكومة مع القائد مع الشعب بظل رغم بعض الملاحظات يعني هون أو هون بعض الالتزامات اللي بتصير عند الناس، لكن بشكل عام الأردن اتقدم بالحقيقة بالمقدم الآن. وانتوا الإعلام وهذا مش مجامل، انتوا أبرزتوا دور الأردن بكل يعني بوجهه المشرق. يعني سيد الله يبارك فيك سفر. في يعني وبالذات للأمانة الفضائيتكم الرائعة الله يبارك فيك. هذا كله انعكس بالمناسبة يجي منا كمامات دفعت ضروري أنا لازم بكرة أعتبر أنه وصلك كمامات من الصناعة الأردنية. اليوم أنتوا شوف إذا برز الأردن في أي موضوع ينعكس على كل المواضيع. نعم. اليوم إحنا كنا قبل شوي في لقاء أنا والدكتور خالد الوزني رئيسة الاستثمار. اليوم في اقبال على الاردن للاستثمار، شوف الظروف اللي احنا فيها. الحمد لله. اليوم انا بدي اقول شغله ثانيه. نعم. كيف ممكن احنا عندنا ملاحظات وبنحلها قاعدين مع بعض الوزارات، لكن انا بدي اقول لك اطمنك في شغله. اليوم بدات الدول في الاغلاقات الان، اليوم في دول شقيقه راح تبدا بالاغلاقات، فتخيل المشهد الان. الاردن ان شاء الله بتعافى وعلى الاقل مسيطر الان وصناعته تعمل بكامل قوتها من الان، وبعض الدول في إغلاقات، فتصور قديش راح يكون الطلب على التصدير. ليش التصدير؟ احنا طبعا حطينا الأولوية دائما حطينا الأولوية للسوق المحلي ممتاز. ولا يمكن نتخيل غير ذلك، ولكن اليوم الطلب على التصدير راح يزيد تشغيل عمال أردنية، واحنا بأمس الحاجة إليها، راح يزيد من دخل الأردن من العمل الصعب. كل الايجابيات راح تكون في 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 بلد الخير، بلدنا باذن الله بالمستقبل حتى المستقبل القريب. ولكن طبعا بده تعاون، وحصل اليوم احنا في لجان مشتركه مع يعني معظم اللجان برأسها دوله الرئيس. اليوم احنا عدنا الى الشراكه الحقيقيه. الشراكه الحقيقيه انت تحدث عن التصدير، لكن بدنا نعالج بعض المشاكل والسلبيات في الداخل. طبعا احنا ما اسعار الكمامات والله غاليه. انا بدي اقول لك شغله، انا 18 دينار أنا و19 دينار شوف انا كفتح الجغبي كشخص انا متضرر، لانه انا يعني مصنعي بحاجه كمامات يوميه، فانا نعم. بشتري الكمامات. انا مش مدافع، انا ما عندي مصنع كمامات يعني بشكل نعم. عام. لكن اللي حصل شوف انا هذا سوق مش بالأردن بشكل عام. هلا جزء كبير من المادة الأولية يستورد مش من الأردن، وإحنا بنعمل الآن يعني على أنه بعض هاي المدخلات الإنتاج تصنع في الأردن. اليوم أنا بدي أعطيك بس مثال، في مادة اسمها الفلتر اللي بتدخل في بعض الكمامات كانت تباع بالكيلو، كان سعر الكيلو عالميا دولار، اليوم 100 دولار. يعني هذا بدفعني أسألك أنه سعر المواد الخام كلها ارتفعت الآن؟ ليش لأنه العالم يعني اسمح لي أقول لك العالم جشع صحيح، كل يعني بيستغل ازمات طبعا.
طبعا في اي مجال. صحيح. انت روح اي مجال، فندق في 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 في, في لحظه معينه في, في في مثلا في رمضان في العمره كان الفندق يصير اضعاف باي. صحيح. مجال. صحيح. فاليوم استغلت العالم، شوف السودان، ارتفاع المواد الاوليه، ارتفاع النقل احيانا، تمنع بعض الدول ببيع بعض المواد الاوليه، يعني كل هاي الاسباب المشتركه رفعت من كلفه. لكن المبشر كالتالي، انه زياده المنافسه ايضا، يعني كل العالم قاعد يصنع كمامات، يعني قريبا راح يصير فائض في الانتاج. صحيح في استهلاك راح يستمر لمده طويله، ولكن كل ما زاد العرض كل ما قل السعر، والعكس صحيح، يعني كل ما زاد الطلب. يعني شو ما حكينا المواطن برجع بيقول لك بدنا ضروري، وانا بتفق معهم انه ان شاء الله تخف هاي الاسعار خلال الفتره المقبله، لانه بالاخير احنا عندنا قوه شرائيه صارت، انت عارف وضع. حقيقه المتضرر اكثر من المواطن هو اصحاب المنشات ايضا، لانه كل المنشات مضطره تستخدم الكمامة. شكرا جزيلا، شكرا مهندس فتحي الجغبير رئيس غرفتي صناعه الهدوم وعمان، شكرا على كل هذه التفصيلات. شكرا لك.